برعاية وزير الثقافة محمد الأحمد، أقامت الوزارة ومديرية ثقافة الطفل احتفالية أطفالنا يبدعون بالمركز الثقافي العربي في كفر سوسة. أطفال سوريا مبدعون في كافة المجالات الفنية والثقافية والإبداعية، وبدليل بأن الكثير من أعمال هؤلاء الأطفال أرسلت إلى دول عدة وحصلت على جوائز في المرتبات الأولى كاليابان وغيرها من الدول. هيدا يوم أنا بالنسبة لك بعتبره من أسعد أيام اللي بمر فيها بالسنة، لأنه نحن التكريم على عدة مسابقات، تكريم أبناء الشهداء، تكريم أطفال ذوي الإعاقة، ولا تكريم الأطفال فائزين بالمسابقة السنوية اللي هلأ نحن بصدد تكريمها. تكريم شيء مهم كتير للكبار، فكيف للأطفال؟ طبعا هو بيشجع كتير وهو دافع، خصوصا لما بيكون فيه شفافية بالتحكيم، ونحن هيدا الشيء كتير حريصين عليه، وصار في هاي المصداقية بين وزارة الثقافة والأطفال، وهذا الشيء نحن كثير سعيدين فيه. الطفل هو مستقبل، دائما مستقبل أي أمة هو بأطفالها. طبعا بقدر ما نحن منأسس للطفل بشكل صح، بقدر ما نعطيه القوة بشكل صح، بقدر ما منغذيه روحيا وثقافيا ومعنويا واجتماعيا، بقدر ما نحن عم نبني مجتمع صح. وبنينا مجتمع صح إذا نحن بنينا مستقبل صح لهذا البلد، ومن هون تكمن أهمية التعامل مع الطفل. تضمنت الاحتفالية معرضا للأعمال الفنية من رسم وتصوير ضوئي للأطفال الفائزين من مسابقات وزارة الثقافة، وفقرات موسيقية وأغنيات للأطفال. كانت كتير تجربة مهمة بحياتي، إنه في كمان إنه كذا جائزة فايزة فيها، منه بالرسم وبالشعر، وبإنه في كتير شغلات يعني بفوز فيهم. هلا أنا إنه طريقة كتابتي للشعر، إنه كل ما خطرت لي فكرة بكتبها على ورقة، بس وبعدين إنه بعدين بجمع الورق مع بعض، إنه بكون منهم قصيدة، بعيد صياغتهم بكون منهم قصيدة. أنا مشاركة بالتصوير الضوئي، أنا حبيت صور المتحف حمص لأنه بيعبر عن جمالية حمص، وأنا بهدي تكريمي لأرواح الشهداء وللدكتور المقاوم بشار حافظ الأسد. حبيته كتير، وأنا برسم كتير منيح، ومن صف الروضة أنا بحب الرسم. هي كانت تجربة مميزة، كانت القصيدة بتحكي عن الغيوم، عن الغيمة، وفائدتها وانه بتتكلم مع الحيوانات والنباتات والانسان وحياتها بالطبيعه، وهي كانت تجربه كتير مميزه وحلوه. وانا عم مكتب عن الغيمه كنت كتير عم متخيل شغلات حلوه بالغيمه، وتمنيت اني كنت محلها. إن لو كنت غيمه تعالوا تسمو في السماء، اجوبوا في انحاء الارض ناشره فيها العطاء. ابوي خطاط، فيعني اللي كنت اتفرج عليه من كان يكتب يعني انا حبيت، فكنت اصر عليه واقول له يلا علمني، يلا انا بدي اتعلم، بدي اصير خطاطه مثلك. فالحمد لله يعني انه انا صرت خطاطه، وانا اهدي هذا النجاح لابوي وامي. انا كان عندي موهبه اول شيء بالخط، بعدين طورتها. دمشق بين جدراني يا شعر الانتماء وعلى أبوابه السبعة جملة. يعني كتير بحب شارك بالرسم وحبيت الرسم، فبلشت شارك فيه بالمعارض وربحت قبل بمسابقة، وهي الثانية الحمد لله. تم خلال الاحتفالية تكريم الفائزين في المسابقات الدولية والسنوية الأدبية والفنية لعام 2017.